المملكة المتحدة 2022، لماذا لا؟ شعار الحملة التي أطلقها معارض قطري تنظيم كأس العالم من قطر. الحملة تكلفت ملايين الجنيهات الاسترلينية، وذلك بعد الكشف عن أن قطر خاضت حملات تشهير ضد منافسيها. كانت إنجلترا خياراً أكثر قابلية لاستضافة كأس العالم بسبب التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها قطر قبل وبعد حصولها على ملف تنظيم كأس العالم.